زين. طبعا يحزنني كعربي ومسلم ان اسمع هذا الخطاب في الكراهيه والطائفيه بهذا الشكل، لان يعني العفن الطائفي من الخطابات السياسيه. زين. اولا ما قلت انا عربي، قلت عراقي. عراقي، لحظه انا قلت عراقي واجمع العراقي سواء كان كردي او سني او مسيحي او غيره، لم اقل عربي، انا اقول عراقي. العزيز من اداب الحديث الا نقاطع بعضنا. تفضل تفضل. لا تطول ما لم اقله، لم اقول انا لم اقول عربي. انطي وقت استاذ سلام. انا لا تفضل استاذ مهدي. تفضل ان اكمل. تفضل تفضل استاذ مهدي. اولا فرضيه هذه القوانين التي توجد في الجيش الامريكي، لعلمكم انا خدمت في الجيش الامريكي ولي في الولايات المتحده الامريكيه 40 سنه وعملت في ادارات مختلفه، فهذا الكلام لا ادري من اين اتى به ضيفك. لا توجد قانون يقول ان المستشار عمره 40 عاما. لفظ المستشار لدينا في الجيش الامريكي، وقد خدمت في الجيش الامريكي وشرفت بهذه الخدمه واعلم ما هو الجيش الامريكي. الجيش الأمريكي المستشار هو الذي لا يمارس مهام قتالية، وقد يكون طباخ، قد يكون بعد 18 عام. هذه ليست قانون. هاي منين لك مال 40 سنة؟ لا عدنا بالدستور اليوم طلعنا. طيب شنو قانون الخدمة المدنية؟ ليش هو المستشار شنو معناه مستشار؟ تفضل. المستشار شنو معناه؟ إيه بس ما محدودة بعمر. لا لا، المستشار معناه أنه لديه الخبرة الكافية. تفضل أستاذ مهدي. تفضل تفضل أكمل. قطعت للمرة الأخيرة. إن كان الحوار سينقلب إلى مجرد مهاوشات أنا لا تفضل. عزيزي أستاذ مهدي الوقت إليك. تفضل عزيزي.